تحية مسائية مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما نسبة رطوبة عالية على الواجهة الساحلية الوسطى وكذلك الغربية مع ضباب ليتلاشى فسيح الأجواء مشمسة، لكن خلال الأمس إن شاء الله ضمن تيارات غربية جنوبية غربية سحب ركامية رعدية ستخص الهضاب العليا الغربية والوسطى، احتمال لبعض الأمطار المتفرقة، أمطار على شكل زخات خلال أمسية الغد كذلك ستتهاطل على منطقة تندوف في الحدود المالية الجزائرية، كذلك مرتفعات الهو وحتى على الصحراء الوسطى، رعود منعزلة كذلك على شمال الصحراء ومنطقة الواحات. خلال ليلة اليوم إن شاء الله مقاييس ما بين 18 لغاية 24 درجة على الواجهة الشمالية، 28 درجة على تندوف، 27 درجة على بشار وغردية، نفس المقياس على جانهت، 34 درجة على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى سترتفع خاصة المناطق الوسطى والمرتفعات الداخلية، ننتظر 40 درجة على تيزي وزول بويرة البليدة، كذلك 35 درجة على العاصمة قسنطينة، 36 درجة على باتنا، 30 درجة على كل من السواحل الشرقية والسواحل الغربية، 40 درجة على بشار، 32 درجة على كل من بسكرة المغير توغورت حسين سعود ورقلة حتى على ولاية تمنراست، ما بين 44 لغاية 46 درجة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى قليل اضطراب تقريبا على كافة السواحل خاصة السواحل الوسطى والسواحل الغربية، هادئ على السواحل الشرقية، رياح ضعيفة إلى معتدلة على الواجهة الوسطى. خلال يوم الغد إن شاء الله سحب رعدية أحيانا مطرة ستخص لشبونة مع 24 درجة، طقس حار على باريس مع 35 درجة مع أجواء مغشات. أما على شرق القارة ووسط القارة في الأجواء تبقى مشمسة مع 20 درجة على موسكو. غروب الشمس ليوم الغد على مصر العاصمة سيكون بحول الله في تمام 7:03. أمسية طيبة للجميع في أمان الله.